بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي وطالباتي طلاب الصف الثاني، أهلا وسهلا بكم. اليوم طلابي سنبدأ بوحدة جديدة، وهي مما تتكون التربة. أولا سنحقق في من خلال درسنا، وهو أهم الأهداف التي يتوقعها من الطالب. أولا التعرف على مكونات سطح الأرض، ثانيا التعرف كيف تتكون التربة، ثالثا سنتعرف على أهمية التربة، رابعا وأن نميز بين التربة والصخور والفتات الصخري. هنا الوحدة الثالثة، وهي الأرض والكون والقائمة الدروس. أولا الدرس الأول كيف تتكون التربة، وسنتعرف على مكونات التربة. أولا بماذا تختلف الصخور عن التربة؟ هنا نلاحظ في الصورة صخور، تربة، عدسة. نلاحظ الصخور يكون حجمها كبير، أما التربة تكون فتاتات صخرية صغيرة. والتربة من الموارد الطبيعية المهمة في حياة الكائنات الحية. أهم المفردات التي سنتعرفها صخور، تربة، فتات، صخري. وتحدثنا في الحصص السابقة أن مكونات سطح الأرض هي اليابسة والماء، والماء تغطي الجزء الأكبر من سطح الأرض. وتتكون اليابسة من الصخور التي تتميز بصلابتها. هنا كيف تتكون التربة؟ تتكون التربة من تفتت الصخور إلى قطع صغيرة جدا تسمى الفتات الصخري، وتحتوي على ماء، هواء، وبقايا من النباتات والحيوانات المفيدة في زيادة خصوبة التربة. لنلاحظ هذه الأشكال الأربعة. أولا هنا يتسبب الماء والرياح والحرارة وغيرها في تكسير الصخور. أما الصورة الثانية يستمر تأثير الماء والرياح والحرارة، وتبدأ النباتات في النمو. أما ثالثا تختلط بعض النباتات مع الفتات الصخور وتنمو النباتات جديدة. هنا تتكون التربة من فتاتات صخرية كما نلاحظ، وبقايا كائنات حية وهواء وماء. والآن سنتعرف ما مكونات التربة. نعم ممتاز أحسنتم. تتكون التربة من فتات صخري، بقايا كائنات حية، هواء وماء. ممتاز أحسنتم. من ماذا تتكون التربة؟ نعم أحسنتم، فتات صخري، بقايا كائنات حية، هواء وماء. والآن سنتعرف على أهمية التربة. التربة مهمة لحياة الكائنات الحية على سطح الأرض. هنا الإنسان يستعمل التربة للزراعة كما نلاحظ في الصور التي أمامنا، التي توفر لنا الغذاء. هنا تعمل التربة على تثبيت جذور النباتات كي تنمو بشكل أفضل. هنا ما أهمية التربة للنبات؟ ممتاز أحسنتم. أهمية التربة للنبات هي تثبيت جذور النباتات كما نلاحظ هنا، وتعد التربة مكان تعيش فيه العديد من الحيوانات والكائنات الحي الأخرى مثل دودة الأرض كما نلاحظ في هذه الصورة. هنا الفكرة الرئيسية، كيف تتكون التربة؟ تحدثنا وقلنا كيف تتكون التربة. نعم ممتاز أحسنتم. تفتت الصخور إلى أجزاء صغيرة، وتختلط بقايا الكائنات الحية والماء والهواء. هنا المفردات، أصل بخط كل مفرد بما يناسبه من الصخور. فيما يلي هنا الصخور، أي شكل من الأشكال؟ نعم ممتاز أحسنتم، الصخور وهي الجزء الأكبر، تربة وهي الفتاتات الصخرية. هنا السبب والنتيجة، ما الذي يجعل الصخور تتكسر؟
هنا السبب الذي يجعل الصخور تتكسر هو الهواء والماء وحرارة الشمس. ممتاز، أحسنتم. أتواصل، أتحدث مع زملائي في غرفة الصف حول أهمية التربة للكائنات للحيوانات. إنها تحفز الحيوانات في بيوتها، تحفر الحيوانات في بيوتها في التربة، مثل دودة الأرض. هنا جمع كرم مجموعة من الصخور ووضعها في مجموعتين. كيف أساعد كرم على كتابة مسألة رياضية تبين مجموعة الصخور؟ هنا كما نلاحظ 7 صخور، وهنا في الشكل الثاني وهي 9 صخور. وهكذا طلابي، أشكركم على حسن استماعكم، نلتقي بكم بالدروس القادمة إن شاء الله. كانت معكم معلمتكم عبير أبو تيم. دمتم بخير طلابي الأعزاء.